منطقة الدسيم الشرقية العاصمة بغداد تعاني من تراكم النفايات وتلوث كبير في المنطقة، بالوقت الذي تحدثت به منظمات صحية عن ارتفاع معدلات التلوث في العراق. فإذا كان هذا حال العاصمة، فما بال المناطق الأخرى؟ دعونا نتابع المقطع التالي. اليوم أثناء تجوالنا في مناطق بغداد جينا إلى منطقة الدسيم. راح أشوفكم منطقة الدسيم مش بيها من الكوارث. أول كارثة هاي هذا البذل. تحياتنا إلى محافظة بغداد. شوفوه طاير، هذا البذل عبارة عن مكتب للنفايات. والكارثة الثانية هذا التقاطع المهم صاير جوبه منطقة الدسيم نهاية المدينة إلى محافظة بغداد. المحافظ ما شاء الله خاصورته هناك على الحائط. شوفون هذيك الصورة، هذيك الصورة يقول إقامة بحملة تنظيف. يا تنظيف، هاي النفايات شوفوها، إذا عرفون حملة التنظيف. تحياتنا لكل أهالي منطقة الدسيم، إن شاء الله نوعد.